بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم مع بعض في المحاضرة رقم 13 بعنوان الريجليتورز. هنتكلم عن الديزاين اوف ار سي بريدج او تصميم الكوبري الخرسانة المسلحة. طبعا احنا خدناه بالتفصيل السنة اللي فاتت في تالتة مدني، لكن هنعمل تذكرة كده للكوبري سريعا. الكوبري اللي هنشتغله هو سلاب تايب سبورتد على مين جيردر. المفروض ان انا اصمم البلاطة او السلاب واصمم الكمرات الرئيسية. السلاب بفرض الثيكنس بتاعها، السمك بتاع البلاطة، والتي داش او الكفر اللي فوق البلاطة اللي هو الانسيوليشن العزل والخرسانة والاسفلت. فده قلنا تقريبا حوالي 12 سنتي، وسمك البلاطة هنفرضه. الديد لود او الدبليو بتاع الديد لود هو عبارة عن الاون ويت، وزن البلاطة زائد الويرنج سيرفس اللي فوقها، يعني تي اس في جاما ار سي زائد التي داش في جاما داش. ببدأ احسب الدبليو بتاع الديد لود. طبعا ده شكل الكروس سيكشن بتاع الكوبري، عرض الكوبري حضرتك بتشوف انت محتاج عرض الكوبري قد ايه. بعد كده بحط الكمرات بحيث ان السبيسنج بين الكمرات عبارة عن ال، او المسافة بين سنتر تو سنتر لكل كاميرا مين جيردر. عندي 2 سايد ووك من متر لمتر ونص في الناحيتين. ده شكل الكروس سيكشن. بجيب الدبليو ديد لود اون ويت زائد الويرنج سيرفيس، وبعد كده بجيب المومنت بتاع الديد لود اللي هو عبارة عن الدبليو ديد لود في ال تربيع على 10 عشان الكونتينيوتي. الجزئية التانية هي اللايف لود. بشتغل لايف لود على البلاطة ازاي؟ لما تيجي تشتغل لايف لود على البلاطة، ده طبعا البروجيكشن بتاع العربية ال 30 وال 60 طن لوري. العربية ديت 6 عجلات بالشكل ده، المسافات ديت بتبقى عبارة عن 1.5، والمسافة في الاتجاه التاني من العجل للعجل 2 متر، من العجل لحد نهاية العربية نص متر في الناحيتين. ببدأ أرسم القطاعين دول. ده كده سيكشن بالشكل ده كده في الاتجاه، اتجاه الحركة فوق الكوبري. ده كده شكل عجلة العربية، والمفروض ده المين جيردرز. ببدأ أوزع حمل العجلة اللي عرضها بي واحد، ببدأ أوزعها بميل واحد لواحد. أنا شغال في الخرسانة، ببدأ أوزعها بميل واحد لواحد عشان أجيب مسافة توزيع على سنتر لاين البلاطة. ده تي داش الوينج سيرفس، تي اس هي سمك البلاطة. بجيب مسافة التوزيع على سنتر لاين البلاطة اللي أنا بسميها الاي، والاي هي عبارة عن البي واحد زائد اتنين تي داش زائد التي اس. الاتجاه التاني لو بصيت سايد فيو بشوف العجلة بالشكل ده كده، مسافة التلامس مع سطح الكوبري بي اتنين، بوزع بميل واحد لواحد عشان اجيب مسافة توزيع اسمها بي. البي هي عبارة عن البي اتنين زائد اتنين التي داش زائد التي اس. الاتجاه السكندري او الاتجاه الثانوي بجيب مسافة اسمها البي داش، هي عبارة عن البي زائد 3/10 او الالفا في ال، والال هي المسافات بين المين جيردرز اللي احنا اتكلمنا عنه. W Live Load هو عبارة عن 1.2 في حمل العجلة، بزود 20% Impact Factor، 1.2 في حمل العجلة مقسوم على مسافة التوزيع الـ A في الـ B داش. يبقى أنا جبت هنا مسافة اسمها A وهنا مسافة اسمها الـ B داش. 1.2 في حمل العجلة مقسوم على الـ A في الـ B داش عشان أجيب الـ W Live Load. طيب الـ W Live Load بشتغله فين؟ بشتغله على الاتجاه المين، مش الاتجاه السكندري، على الاتجاه الرئيسي. لو جيت على الاتجاه الرئيسي كده يبقى هوزع الحمل في مسافة التوزيع ديت اللي هي اسمها الـ A عند سنتر لاين البلاط. يبقى أنا عندي أدي W Live Load اللي أنا جبته على مسافة توزيع A، والمسافة من سبورت لسبورت R L اللي هي من الكاميرا مين جيردر للكاميرا المين جيردر. طبعا أنا دلوقتي بشتغل او اعتبرها سيمبلي سبورتد، وبعد كده هضرب المومنت اللي انا طلعته في ريدكشن فاكتور 8/10 عشان اخد تاثير الكونتينيوتي. ده طريقه سيمبل كده، عشان طريقه ابروكسيميت عشان احل بيها الموضوع بسرعه. يبقى المومنت لايف لود هو المومنت سيمبل، هجيب المومنت سيمبل وبعد كده اضربه في ريدكشن فاكتور 8/10. طيب بالنسبه للمين جيردر، انا طبعا هنا جبت المومنت ديد ولايف، بعد كده بجيب التوتال مومنت على البلاطه وبصمم البلاطه واطلع حديد تسليح او شبكه حديد التسليح بتاع البلاطه. المين جيردر الاس افكتيف هي 1.5 الاس. طبعا المين جيردر سبورتد على البير وسبورتد على الاباتمنت. السبان الافكتيف بتاعها عباره عن 1.5 من الكلير سبان.
بفرض ان العرض ما يقلش عن 25 سنتي، وان سقوط الكاميرا هي عبارة عن الاس افكتيف مقسوم على 7. ديد لود، دبليو ديد لود هي عبارة عن الاون ويت زائد الويت اوف سلاب. الاون ويت هو البي في التي في الجاما خرسانة مسلحة. الويت اوف سلاب طبعا هي شايلة فروم سنتر تو سنتر، يعني هي بتشيل من سنتر الباكية اللي قبلها لسنتر الباكية اللي بعدها بمسافة توزيع اسمها ال، وشايلة ايه؟ شايلة البلاطة زائد الويرينج سيرفيس اللي عليها اللي هو كان طالع 9/10 اللي هي تي اس في جاما ار سي زائد التي داش في الجاما داش. الكلام ده اللي هو عبارة عن وزن البلاطة مضروب في مسافة التوزيع ال. يبقى هنا انا جبت الدبليو بتاع الديد لود، يبقى المومنت ديد لود هو دبليو ديد لود في اس افكتيف تربيع على 8 لان الكاميرا دي سامبلي سبورت، والشير هو دبليو ديد لود في الاس افكتيف على 2. لايف لود عندي لود فور مومنت في اللايف لود، لود فور مومنت بوقف العربيه ازاي؟ بيبقى دول التلات عجلات 1.2 البي كل عجله، المسافه 1.5 1.5 لحد نهايه العربيه 1.5. ان بتوين في المسافه دي كده بحمل الحمل الواحد من عشرة او الاثنين من عشرة طن على المتر. ده عباره عن حمل المشاة اللي بيكون جنب العربية. وفي بعد نهاية العربية بحمل 6/10 ال في المنطقة دي كده اللي هو حمل المشاة أمام أو خلف العربية، 6/10 في مسافة التوزيع. طبعا العربية لما تكون واقفة في هنا كده في فوق الكاميرا أقدر أحمل هنا أهو قبل العربية وبعد العربية حمل المشاة في مسافة التوزيع ال، لكن جنب العربية طبعا أنا بوقف العربية وبحط جنب العربية حمل مشاة بشوف تأثيره، لأن تأثيره هيتوزع طبعا على الكاميرتين زي ما كنا بنعملها السنة اللي فاتت. فتقريبا الرقم ده بيطلع around 0.1. load for shear ببدأ أحرك، أنا عايز أجيب maximum reaction عند السبورت، ببدأ أحرك العربية بحيث تقف بالشكل ده كده. أدي التلات عجلات للعربية، هنا الحمل 1/10 لحد نهاية العربية، بعد نهاية العربية بحمل 6/10 ال، وابدأ أجيب هنا الكيو لايف لود هي عبارة عن الرياكشن عند السبورت بتاعنا. بصمم الكاميرا، أنا الكاميرا دلوقتي عندي مومنت وعندي شير، أقدر أصمم الكاميرا. طيب هحتاج إيه من الكاميرا؟ أنا هحتاج دلوقتي الشير ديد وهحتاج شير لايف. ليه؟ لان الكلام ده هاخده بعد كده احتاجه وانا بصمم البير. طيب يبقى احنا دلوقتي وصلنا للبير، الديزاين اوف بير، تصميم البير. هتصمم البير ازاي؟ البير لو بصينا لها اليفيجن وبلان، ده شكل البير. البير ده طبعا الامرجنسي جروفز اب ستريم وداون ستريم، المين جروفز، الليفتنج ديفايس، وده شكل الكوبري، عرض الكوبري طبعا بالشكل ده كده او البريدج. هنا منسوب ميه في الامام ومنسوب ميه في الخلف، عندي ووتر بريشر في الاب ستريم ووتر بريشر في الداون ستريم. ارتفاع البير انا فارض ان هو اعلى من سطح الميه في الامام بمسافه من نص متر لمتر. ده وزن الكوبري او الرياكشنز اللي جاي من او وزن الكوبري. دلوقتي هقدر احوله رياكشنز بمعاليه من لايف لود يتنقل عندي على البير وانا بعملها ديزاين. ده الوزن بتاع البير نفسه. لو بصينا على البلان هلاقي البلان البير شكلها بالشكل ده كده، عندي الرياكشنز ديت جايه من الكاميرات المين جيردرز زي الناحيه الثانيه، لان تو فينتس طبعا. ال افكتيف الطول الافكتيف من البير هو الطول من الامرجنسي جروف في الاب ستريم للامرجنسي جروف في الداون ستريم. ده كده محور اكس، محور واي، عندي ضغوط ضغط ميه في الامام هنا اسمه بي واحد. لو انا فاتح الفنت دي الفتحه ديت في ضغط ميه هنا كده بيأثر عندي على البير، انا مسميه بي 3، وعندي ضغط ميه في الخلف اسمه البي 2. طيب عرض البير بي وانا واخد لحد نص الفتحه يبقى اس على 2 اعلى والاسفل. اول حاجه بجيب الامبريكال دايمنشنز ابعاد البير. اجيب ابعاد البير ازاي؟
عرض البير هو الاسبان على 3 ل 4 وما يقلش عن 1 متر. بشوف الاسبان او الفتحة عندي كام واقسم على 3 ل 4. الاتش بير ارتفاع البير هو عبارة عن الاتش ابستريم عمق المية في الامام زائد من نص متر لواحد متر. الال افكتيف هو الال بريدج الكوبري زائد المسافات اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة. ايه اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة دول؟ المسافة اكس واحد من الامرجنسي جروف لحد المين جروف، والمسافة اكس اتنين من مين جروف لحد الكوبري، ومسافة اكس تلاتة من نهاية الكوبري لحد الامرجنسي جروف في الداون ستريم. تقريبا التلات مسافات دول يعني اراوند الخمسة متر. طيب يعني الاكس واحد لو انا هفرضها بتبقى من واحد بي لاتنين البي، الاكس اتنين من واحد لاتنين متر، والاكس تلاتة من واحد لاتنين متر. فيعني في الافرج المسافات دي باخدها من خمسة متر لستة متر. يبقى بقول ان الال افكتيف بتاع البير هو عبارة عن الال بريدج زائد خمسة لستة متر. الجيومتريك بروبابيلتيز، يبقى انا جبت دايمنشنز، بعد كده محتاج خواص هندسية. ايه الجيومتريك بروبابيلتيز؟ احنا اتفقنا ان الافكتيف لينث من البير هو المسافة من الامرجنسي جروف في الامام لحد الخلف، محور اكس محور واي، ده كده ال افكتيف. العرض عبارة عن البي، عايز اجيب المساحة، مساحة القطاع الخرساني ده هو عبارة عن ال افكتيف في بي. الانيرشيا في اتجاه اكس هو عبارة عن ال افكتيف في البي تكعيب على 12. الانيرشيا في اتجاه واي هو عبارة عن البي بي الموازي في ال افكتيف تكعيب على 12. الاكس هو عبارة عن ال افكتيف مقسوم على 2، والواي هو عبارة عن البي مقسوم على 2. يبقى انا كده جبت الجيومتريك بروبابيلتيز. طيب اللودز بقى، الاحمال اللي بتاثر على البير عندي. عندي فيرتيكال لود، احمال راسيه زي الاون ويت اوف بير، وزي الرياكشنز اللي جايه من الكوبري، وزي الرياكشنز اللي جايه من الليفتنج ديفايس. يبقى البير دي شايله وزنها، وفي رياكشنز جايه من الكوبري من الكامرات المين جيردرز، وفي اتنين رياكشن هو جايين من الليفتنج ديفايس، من الاعمده طبعا بتاعه الليفتنج ديفايس. طيب يبقى لو عايز احسب الاون ويت، هو الاون ويت عباره عن جاما فوليوم، فوليوم خرسانه. ولو هحسب فوليوم الخرسانه هو ال افكتيف المسافه ديت في البي في الاتش بير. يبقى الطول ال افكتيف في عرض البير في الارتفاع مضروب في الجاما بتاعه الخرسانه. اقدر من هنا اجيب الاون ويت اوف بير. الرياكشنز فروم بريدج اقدر اجيب الرياكشن بتاع الديد لود والرياكشن بتاع اللايف لود، ده اللي احنا كنا حاسبينه من الكاميرا المين جيردر ديد ولايف. رياكشن من الليفتنج ديفايس اقدر احسب برضو الرياكشن اللي هيطلع عندي من الليفتنج ديفايس. طيب الهوريزونتال لودز، ايه الاحمال الافقيه؟ انا عندي ابستريم ووتر بريشر اسمه بي واحد، ضغط ميه في الامام بالشكل ده كده. ضغط المية اللي في الامام ده لو هحسبه، طبعا انا عندي مثلث ضغط المية. المثلث ده هو جاما في الـ H upstream او جاما في الـ Y upstream. لو هحسب مساحة المثلث يبقى نص جاما في الـ Y upstream تربيع في مسافة التوزيع عندي اللي هي من هنا لهنا، اللي هي عبارة عن S زائد B. طيب downstream water pressure، عندي ضغط مية في الداونستريم برضو نفس الكلام، مساحة المثلث يبقى نص الجاما في الواي داونستريم تربيع في مسافة التوزيع S زائد B المسافة ديت. وعندي بي تلاتة هو نص الجاما في الواي داونستريم تربيع، لأن عمق المية هنا بعد البوابات هو عمق المية في الداون ستريم، يبقى نص الجاما في الواي داون ستريم تربيع في الال افكتيف. مسافة التوزيع من هنا لهنا هي عبارة عن الال افكتيف. يبقى انا بجيب مساحة المثلث واضرب فيه الطول الافكتيف اللي عندي. طيب هنعمل تشيك ستابيليتي اوف بير ازاي؟ رقم واحد، انا عندي كيس اوف ماكسيمم نورمال. ايه الكيس اوف ماكسيمم نورمال ديت؟ حالة اقصى نورمال فورس على البير. طيب الحالة ديت بتحقق ازاي؟ الحالة دي تتحقق لما يكون كل الرياكشنز اللي جاية من الكوبري، على فرض ان انا عندي ست كامرات مين جيردرز،
تلاتة هنا وتلاتة هنا اهمت وزيهم الناحية التانية، يبقى انا عندي ست كبرات من جيردرز في الفينت ديت وستة في الفينت التاني. كل المين جيردرز بتدي رياكشن ديد ولايف، اللي هي كيو ديد زائد لايف، اللي هي كيو ديد زائد الكيو لايف اللي انا طلعتهم في ديزاين المين جيردر. بالاضافه طبعا هنا الاثنين رياكشن جايين من الليفتنج ديفايس اللي هو الحمل بتاع العمود، النورمال فورس اللي على العمود. يبقى الستريس بيساوي سالب النورمال على الاريا لا يزيد عن الاف الاول. النورمال فورس هي دبليو بير اللي انا لسه حسبها زائد الان في الرياكشن ديت زائد لايف، عدد الرياكشن ديت زائد لايف زائد اتنين رياكشن من الليفتنج ديفايس. الاريا اللي بتاثر عندي او اللي الفورس بتاثر على اريا قد ايه اللي هحسب عليها الاستريس هي ال افكتيف في البي. احنا قلنا العرض ده بي والمسافه من هنا لهنا ال افكتيف اللي انا لسه حاسبها في الجيومتريك بروبرتيز. والاف الاوبل للخرسانه 40 كيلوغرام على السنتيمتر المربع على اعتبار ان هي خرسانه عاديه. كيس 2 هي الكيس اوف ماكسيمم ام اكس. لو انا عندي فينت متحمله ديد لايف والفينت الثانيه متحمله ديد لود بس، يبقى عندي الرياكشنز هنا فوق هنا كده هتبقى ديد زائد لايف، والرياكشنز تحت هتبقى ديد لود اونلي. طيب عايز اجيب الماكسيمم ام اكس، ده طبعا محور اكس اهو، عشان احسب اقصى عزوم في اتجاه اكس، اقصى عزوم في الاتجاه ده كده، بحمل هنا البي 3 اللي هي ضغط الميه مع اتجاه دوران الفورسز اللي جايه من الرياكشن ديت زائد لايف في الاتجاه ده كده. يبقى انا هنا كده بضغط عشان اعمل ام اكس في الاتجاه ده نفس اتجاه السهم، يبقى بحمل هنا ديدو لايف وبحط البي 3. المسافه من الرياكشن لحد السنتر لاين ده بيبقى عباره عن بي على 6، وهنا نفس الكلام بي على 6. طيب يبقى هنا معادله الاستريس بتتغير بقى، يبقى انا عندي مومنت يبقى سالب النورمال على الاريا زائد او ناقص الام اكس في الاي اكس، الام اكس على الاي اكس في واي، ما يزيدش طبعا الاف الاول اللي هو 40 كيلوغرام على سنتيمتر مربع كومبريشن. انا عندي هنا تو ستريسز، ده كده الكومبريشن، و4 كيلوغرام على سنتيمتر مربع تنشن للخرسانه العاديه. طيب النورمال هو عبارة عن ال W بتاع البير، وزن البير، زائد N على 2 نص عدد الرياكشنز في أرضيد. أنا عندي مثلا لو أنا عندي 6 أو 6 فوق 6 تحت، يعني 12، نصهم متحمل ديد ونصهم متحمل ديد زائد لايف. يبقى W بير N على 2 في أرضيد زائد N على 2 في أرضيد زائد لايف زائد 2 رياكشن من الليفتنج ديفايس. الـ MX عبارة عن إيه؟ عبارة عن البي 3 الفورس اللي عندي ديت اللي هي التركيز ديت في دراع العزم. هي دي بتأثر فين؟ بتأثر في واي داون ستريم على 3. ما هو هنا عمق المية هو عمق المية داون ستريم، والمثلث بيتركز في التلت من القعدة، يبقى بي 3 في واي داون ستريم على 3 زائد ان على 2 نص عدد الرياكشنز في الار لايف بس. انا عندي هنا لو ده كده محور اكس، الفورسز اللي هنا هي 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 ار ديد زائد لايف، والفورسز اللي هنا هي ار ديد، والاثنين طبعا بيلفوا عكس بعض. يعني لو ده محور اكس الفورس ديت بتعمل عزم في الاتجاه ده، ودي بتعمل عزم في الاتجاه المضاد، فالمفروض اشيل الديد مع الديد لان دراع العزم ثابت واحد. يبقى اللي بقى لي ايه؟ هي الار لايف بس. يبقى ان على 2 في الار لايف في دراع العزم، دراع العزم هو عباره عن بي على 6. من هنا اجيب المومنت ام اكس، اعوض طبعا في معادله الاستريس واتاكد ان الاستريس ما يزيدش عن الاول. طيب الكيس الثانيه هي الكيس اوف ماكسيمم ام واي. هحققها ازاي ديت؟ هتحقق الكيس دي ان انت هتحمل الجزء ده كده ار ديت زائد لايف، يبقى ده كده محور واي. الرياكشنز اللي جايه من المين جيردرز اللي في المنطقه دي كده تتحمل ديت زائد لايف، والناحيه الثانيه تتحمل ايه؟ تتحمل ديد لود اونلي. طبعا هعمل كده مومنت في الاتجاه ده، اتجاه الدوران كده، يبقى احط هنا البي 1 اللي هي ضغط الميه في الابستريم. طيب المسافه من هنا لحد السنتر لاين اكس 1 زيها الناحيه الثانيه، المسافه من الـ من 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 ثاني صف من المين جيردرز لحد السنتر لاين مسميها اكس 2 وزيها الناحيه الثانيه. اقصد ايه؟ اقصد ان ده له عزم والناحيه الثانيه فيه عزم مضاد الناحيه الثانيه، فبرضه هنشيل الديد مع الديد، هيبقى لي هنا رياكشن ايه؟ هيبقى لي رياكشن لايف لود بس. يبقى لما اجي اشتغل برضه معدل الاستريس هنا سالب النورمال على الاريا زائد او ناقص ام واي، انا عندي دلوقتي ام واي على الاي واي في اكس. النورمال هو الدبليو بير اللي انا كنت حاسبه
زائد نص عدد الرياكشنز في ار ديد زائد نص عدد الرياكشنز ان على 2 في ديد زائد لايف. نص الرياكشنز ديد زائد لايف ونص رياكشن ديد زائد 2 رياكشن من الليفتنج ديفايس. الام واي الام واي هنا هو عباره عن بي 1 الفورس اللي عندي ديت في دراع العزم اللي هو واي ابستريم على 3. برضو هنا كده هيبقى فيه مثلث، هيبقى فيه مثلث ضغط بالشكل ده كده. البي 1 بتاثر فين؟ البي 1 بتاثر في التلت من العدد. لو ده كده عمق الميه في الامام واي ابستريم، يبقى المسافه ديت هي واي ابستريم مقسوم على 3. يبقى بي 1 في واي ابستريم على 3 زائد 2 ار لايف، احنا قلنا بقى الديد هيروح مع الديد، الاثنين بيلفوا عكس بعض حوالين محور واحد، ده بيلف عكس ده، يبقى انا هيبقى لي اللايف بس، يبقى 2 ار لايف في ايه بقى؟ 2 ار لايف في اكس 1 و2 2 ار لايف في اكس 2 و2 ار لايف في اكس 3، فباخد ال2 ار لايف لود مشترك، يبقى اكس 1 زائد اكس 2 زائد اكس 3 على حسب عدد صفوف الكاميرات. باخد النورمال والام واي، يبقى انا عندي النورمال والام واي، الاريا طبعا والاي واي والاكس انا كنت جايبهم في جيومتريك بروبابيلتيز. لو رجعنا كده نفتكر في جيومتريك بروبابيلتيز انا كنت جايب الاريا والاي اكس والاي واي والاكس والواي، فكل ده انا مجهزه من قبل كده عشان ادخل اعمل على طول اللي تشيك على الماكسيمم ام واي. الكيس اللي بعد كده هي الكيس اوف ماكسيمم ام اكس وام واي. هحقق الكيس دي ازاي؟ هتحقق الكيس دي ان انت تحمل ربع الكاميرات ديد لايف. يبقى انا عندي هنا كده ار ديد زاد لايف التلاته دول والباقي كله ديد، يبقى في المنطقه دي كده ديد وهنا ديد وهنا ديد. طيب هنا كده ده عباره عن البي 1 ضغط الميه في الامام، وهنا البي 3 ضغط الميه الجانبي على البير. يبقى انا حطيت كل الاحمال بالشكل ده كده، انا عايز احقق اقصى ضغط في الربع الاول. شايفين الربع ده كده، انا عايز احقق اقصى عزم، اقصى عزم في المنطقه دي. طيب بحمل بالشكل ده. معدل الاستريس بتقول ايه دلوقتي؟ ان الاف 1 2 سالب النورمال على الاريا زائد او ناقص ام اكس على اي اكس في واي زائد او ناقص ام واي على اي واي في اكس. النورمال هو وزن البير زائد ان على 4 في ار ديد زائد لايف، دلوقتي ربع عدد الرياكشنز، الربع ار ديد زائد لايف، والثلاث ارباع الان، ثلاث ارباع عدد الرياكشن ديد، يبقى دي الثلاث ارباع ديد زائد 2 رياكشن من الليفتنج ديفايس. الام اكس دلوقتي لو هحسب العزم حوالي محور اكس يبقى بي 3 في واي اب، بي 3 في واي دي داون ستريم، واي داون ستريم، واي داون ستريم على 3، يبقى بي 3 في واي داون ستريم على 3 زائد ان على 4. طبعا الفورس هنا وهنا او العزم بتاع الرياكشن هنا وهنا هيلاشي بعض، وده وده نفس الكلام، يبقى هنا كده خلاص مفيش عزوم. لما اجي اتكلم على انا دلوقتي بتكلم على ام اكس، يبقى الكاميرا دي ودي 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 الثلاثه دول والثلاثه دول بيلاشوا بعض، يبقى انا دلوقتي بتكلم على دول ودول، هشيل برضو الديد مع الديد، يتبقى لي هنا الرياكشن لايف لود، يبقى الرياكشن لايف لود بتاع الثلاث نقاط ديت. يبقى عندي ار لايف في بي على 6، وهنا نفس الكلام وهنا نفس الكلام، عشان كده بقول ان على 4 في ار لايف لود في دراع العزم، برضو دي مش بلس ده كده في البي على 6 اللي هو دراع العزم. طيب المومنت حوالين محور واي، لو حاسب بقى العزم حوالين محور واي يبقى الثلاثه دول بيلاشوا الثلاثه دول، يبقى لي ايه؟ يبقى لي هنا ار ديد زائد لايف، وهنا ار ديد، برضو الديد هتروح مع الديد، يتبقى الار لايف بالاضافه ل البي 1، يبقى البي 1 هنا مضروبه في الواي ابستريم على 3
زائد الار لايف اللي هو هيتبقى من هنا كده في المسافة اكس واحد زائد اكس اتنين زائد اكس تلاتة. تمام. طبعا في ترم كمان يعني بعض الكتب بتحطه وبعض الكتب ما تحطوش البي اتنين. انا عندي هنا طالما فتحته في هنا ضغط مية، طالما فتحت البوابة وفي هنا مية اتحركت هيبقى في هنا كمان ضغط مية اسمه البي اتنين. ففي هنا ضغط مية بي اتنين فبضربه برضو في دراع العزم بتاعه واي داون ستريم على تلاتة، بس الكلام ده بيبقى بالناقص لانه عكس البي واحد. في كتب تحطه وكتب ما تحطوش، تقول اشتغل على الورست كيس، فيعني ممكن يتحط وممكن ما يتحطش. طيب بجيب الاستريس واحد اتنين واتاكد برضو انه اقل من الاستريس الالاوبل او الاف الاوبل اللي احنا قلنا عليه للخرسانه العاديه 40 كيلو جرام على سنتيمتر مربع كومبريشن و4 تنشن. لو الاجهادات كانت فيه شد وقيمه الشد قليله فالبير بتبقى سيف، اذا كانت قيمه الاجهادات شد اكبر من 4 كيلو جرام على سنتيمتر مربع ممكن احط حديد تسليح عشان اسلح البير بتاعتي اجينست التنشن. طيب نرجع للمثال اللي احنا شغالين عليه بقى. في المساله اللي احنا شغالين عليها كان منسوب البيد هنا 53، منسوب الميه في الامام 7، منسوب الميه في الداون ستريم 5.5 لو نفتكر، دي الارقام اللي كنا شغالين عليها المساله بتاعتنا. من 7 ل 3.5 يبقى 3.5 عمق الميه. هنا البي 1 ضغط الميه فبقول هي 3.5 على 3 التلت يعني 1.17 من 100، ده دراع العزم. هنا البي 2 العمق هنا 2، 2 على 3.67 ارتفاع البير اعلى من ارتفاع الميه في الامام من نص متر لواحد متر، ده كده عرض الكوبري 10 متر وفي متر مشايه يمين وشمال ودي ال افكتيف. طيب ال بريدج 12 متر 10 متر زائد 2 مشايات 2 فوت باث مشايتين يمين وشمال. الاتش بير ارتفاع البير قلنا واي اب ستريم زائد متر، واي اب ستريم من منسوب 7 لمنسوب 3.5 يبقى 3.5 زائد متر يبقى ارتفاع البير 4.5. عرض البير اس على 3 ل 4، الاس بانكت ب 5 في المساله بتاعتنا على 3 ل 4 فتقريبا بمتر ونص. الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 تقريبا من 5 متر ل 6 متر فيبقى ال افكتيف 12 متر. عرض الكوبري بالمشايات بتاعته بالفوت باث زائد 6 متر تقريبا فيوصل ل 18 متر. جيومتريك بروبابيلتيز، انا عايزك في الامتحان منظم بالشكل ده كده، منظم حلك بالشكل ده. الاول بجيب دايمنشن بعد كده بجيب جيومتريك بروبابيلتيز خواص هندسيه. الاريا هو ال افكتيف في البي، ال افكتيف ب 18 والعرض ب 1.5 يبقى 27 متر مربع. الاي اكس هي موازي 18 في 1.5 تكعيب على 12، والاي واي 1.5 في 18 تكعيب على 12. الاس هي الافكتيف على 2 18 على 2، والواي هي البي على 2 1.5 على 2. اطلع الجيومتريك بروبابيلتيز بتاعتي. اللودز الاحمال الدبليو احنا قلنا عباره عن الافكتيف 18 في العرض البير 1.5 في الارتفاع 4.5، الافكتيف في البي في الاتش في الجاما بتاعت الخرسانه العاديه 2.2 من 10. يطلع وزن البير 267.3 طن. الرياكشن من البريدج كانت الديد لود، حل البريدج بقى وشوف الرياكشن هيطلع كام، اراوند ال 8 طن، واللايف لود تقريبا اراوند ال 10 طن، والليفتنج ديفايس نورمال فورس اللي جايه على العمود تقريبا كانت 4 طن. الهوريزونتال لودز الاحمال الافقيه بي 1 ضغط الميه في الامام نص في 1 في عمق المية 3.5 يبقى نص في 1 جاما في 3.5 تربيع. الكلام ده فيه مسافة التوزيع، مسافة التوزيع هي S زائد عرض البير. لو تفتكر كانت البي 1 هنا كده، عرض البير زائد S على 2 و S على 2 يبقى 5 زائد 1.5 يطلع البي 1 ب 39.8 طن. البي 3 ضغط المية اللي هنا كده نص في 1 في 2 تربيع في 18 للإفكتف يبقى نص القاعده في الارتفاع، بضرب كمان في الارتفاع في الافكتيف اللي هي 18 يطلع 36 طن. الكيس الاولانيه كيس اوف ماكسيمم نورمال
بحمل هنا 18 اللي هي 8 و10 رياكشن دي دول هايف، يبقى 18، وفي هنا 4 و4. الاستريس نورمال على الاريا، النورمال هو الوزن، وزن البير زائد 12 رياكشن في 18 زائد 2 في 4 يطلع النورمال توتال. والمساحه انا مطلعها من جيومتريك بروبابيلتيز، اقسم النورمال فورس على المساحه يطلع لي الاستريس بالشكل ده كده، 18 و2 من 10 طن على المتر المربع. لو هحوله كيلو جرام على السنتيمتر المربع هقسم على 10، يبقى الكلام ده سالب 1.8 من 10، اقل طبعا كتير من 40، فالكلام ده سيف. كيس اوف ماكسيمم ام اكس، انا عايز احقق ام اكس في الاتجاه ده، يبقى بحمل الكاميرات ديت 18 دي دو لايف، واللي تحت ده يتحمل 8 ودراع العزم بي على 6 بالشكل ده، وعندي هنا بي 3 ب 36 طن. طيب المعادله بالشكل ده، النورمال هو الوزن زائد 6 رياكشنز في 18، 3 و3 هم، يبقى 6 في 18 زائد 6 في 8، 3 و3 هم 6، 6 في 8 زائد 2 في 4 اللي هم بتوع الليفتنج ديفايس يطلع النورمال. الام اكس يبقى 36 في دراع العزم 2 على 3، 36 ضغط الميه اللي او الفورس اللي جايه من ضغط الميه اللي هنا في دراع العزم اللي هو واي داون ستريم مقسوم على 3 الثلث المثلث من القعده، زائد 6 10. ايه 6 في 10 بقى؟ ده اللايف لوب بس، انا هنا 18 وهنا 8، الفرق 10، يبقى 6 رياكشنز في 10 مضروب الكلام ده في البي على 6، والبي هي عرض البير، يطلع الام اكس. يبقى الاستريس اعوض في معادله الاستريس بالشكل ده كده، يطلع الاف 1 سالب 10 19، والاف 2 سالب 21 75. الكلام ده بالطن، لما اقسم على 10 يبقى 1.21 من 10 كيلو جرام، فالكلام ده طبعا اقل من 40، الكلام ده سيب. كيس اوف ماكسيمم ام واي، انا في الحاله دي هحمل ايه؟ هحمل الستة رياكشنز دول 18 والستة اللي هنا 8، واحط هنا البي 1 39 و8 من 10. المسافه دي كام بقى؟ انا خلي بالك ال المسافه من مين جردر لمين جردر كانت ب 2 متر، فيبقى من هنا لحد السنتر ده متر، من السنتر لحد الصف اللي بعده 3 بزود 2، مسافه من مين جردر لمين جردر، من هنا لهنا 2 كمان، يبقى من السنتر لحد هنا 5، يبقى 1 3 5. معادلة الاستريس عندي بالشكل ده، النورمال 6 في 18 زائد 6 في 8، هنا ناقص تضرب في 8، يبقى 6 في 18 زائد 6 في 8 زائد 4 في 2 يطلع النورمال فورس. الام واي لما تيجي تحسب الام واي، يبقى عندي البي 1 مضروب في دراع العزم، دراع العزم ده واي اب ستريم على 3 زائد 2 في 10 على 10 اللي هي الفرق بين ال 8 وال 18 اللي هو اللايف بس، يبقى 2 اهم رياكشنين 2 في 10 في اذرع العزم 1 زائد 3 زائد 5، اطلع من هنا الام واي. اف 1 2 اعوض بالستريس، نورمال على الاريا، ام واي على الاي واي في الاكس، يطلع سالب 13 وسالب 18 اللي هو 1.3 و1.8 كومبريشن، فالكلام ده سيف. كيس اوف ماكسيمم ام اكس وام واي، في الحاله دي بحمل الربع بس، يبقى هنا 18 والباقي كله تمانيات، وهنا الرياكشنز اللي جايه من العمود 4 و4، هنا في بي 1 وهنا في البي 3. معادلة الاستريس باخد المعادلة كلها بقى، النورمال يبقى الوزن زائد 3 رياكشنز في 18 زائد 9 في 8 اللي هو الديت بس زائد 2 في 4، اطلع النورمال. الام اكس 36 البي 3 في 2 على 3 اللي هو واي داون ستريم على 3 زائد 3 في 10 3 رياكشنز من هنا في الفرق 10 في البي على 6 لواحد ونص على 6، اطلع الام اكس. الام واي هيبقى 39 و8 اللي هو البي 1 في دراع العزم 1.17 اللي هو واي اب ستريم على 3 عمق الميه في الامام هنا على 3 زائد ال 10 اللي هو الفرق بين ال 8 وال 18 بس واحده، بس 10 واحده ليه؟ لان الصف اللي تحت ده بيروح مع الصف اللي تحت خلاص، يبقى ده 18 وده 8 يبقى الفرق 10
فأزرع العزم 1 + 3 + 5 أطلع الام. واي أعوض في معادلة الاسترس F1-2 يطلع الـ F1 سالب 8 والـ F2 سالب 21 تقريبا 0.8 و2.12 من 100 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، أقل كتير من الـ 40 كومبريشن، فالكلام ده سيف.